بعد 15 عاما من الغياب في أسوأ معتقل في العالم، فهم اليوم يلتقون أخيرا بأسرهم في العاصمة السعودية الرياض. طلع إلى مستقبل جيد، ونسأل الله عز وجل أن يعيننا، خاصة بعد أن رأيت عائلتي وانضم إلى عائلتي ونعيش مع عائلتي وعوض عائلتي عن هذه 15 سنة التي قضيتها في غوانتنامو. سالم بن كناد، محمد باوزير، محمد أبو غانم، وعبد الله الشبلي، أربعة يمنيين من معتقلي غوانتنامو، وافقت السعودية على استقبالهم استجابة لطلب الرئيس هادي بعد أن تقدم ذويهم بالتماس لاستضافتهم في ظل الأوضاع السيئة التي تمر بها اليمن. دفعة من سجناء يتم نقلهم ضمن مساعي أوباما لإرسال نحو 19 سجينا من أصل 59 إلى 4 دول بينها إيطاليا وعمان والإمارات، قبل تنصيب ترامب الذي تعهد بدوره بأن يظل المعتقل مفتوحا وأن يرسل إليه بعض الأشرار حسب قوله. قبل 8 أشهر وصل 9 يمنيين آخرين من معتقل غوانتنامو إلى المملكة أيضا بعد موافقة الملك سلمان على طلب الرئيس هادي لاستضافتهم. خلف الأسلاك الشائكة وعلى بعد آلاف الكيلومترات قضى المعتقلون عقوبتهم لسنوات طويلة في معتقل يقع في خليج بدولة كوبا، قاعدة عسكرية أمريكية حولتها إدارة بوش الابن لمعتقل كبير يدعى غوانتنامو بعد أحداث 11 من سبتمبر عام 2001. سوء معاملة وانتهاكات جسيمة بحق المعتقلين هي ما جعلته السجن الأسوأ سمعة في العالم، وهو ما دفع الرئيس أوباما للتعهد بإغلاقه نهائيا خلال حملته الانتخابية لرئاسة الولايات المتحدة. ليبقى السؤال اليوم، هل سيغلق المعتقل أبوابه بشكل نهائي قبل خروج أوباما من البيت الأبيض؟